في human reproduction تكاثر الإنسان. The anatomical introduction مقدمة. The anatomical and physiological difference between males and females primarily are due to الفرق الفيزيائي والتشريحي بين الأنثى والذكر بتكون بسبب presence or absence of the Y chromosome وجود أو غياب كروموسوم Y. Presence of either the testes if Y chromosome is present or the ovaries if Y chromosome is absent. إذا في حالة وجود Y chromosome بيكون رجل بيكون في خصيتين، وفي حالة إنه يكون في امرأة بيكون ال Y chromosome بيكون absent ويكون في ovaries اللي هي مبايض. The testes اللي هي خصيتين produce androgens هرمونات الذكورة sex hormones with masculinizing effect. الاندروجين دي هرمون جنسي عنده قدرة عشان انه يربي عضلات masculinizing effect. Whereas the ovaries produce استروجين. الاوفريز المبايض بتفرز هرمون الاستروجين هو السكس هرمون، هرمون بتاع انثوي، هرمون انثوي with feminizing effect. كمان عنده ده دور بتاع نعومة. The Y chromosome is essential for formation of the testes. وجود ال Y chromosome ضروري جدا عشان تتكون الخصيتين. Because it contains a gene that produces DNA. لأنه فيه جين ال Y chromosome ده فيه جين that produces DNA regularly protein known as the SRY for six the remaining region of the Y chromosome. لأنه بيجيب لي دي ان ايه بروتين بنظم الدي ان ايه اسمه اس ار واي فور 6 ديترمايننج ريجن اوف ذا واي كروموسوم، بيحدد المنطقه اللي بتحدد جينز الجنين. ذيس بروتين اكت از ترانسكريبشن فاكتور. البروتين ده بيكون شغال كترانسكريبشن فاكتور، عامل انه يدي للانقسام to initiate formation of the testes ليبدأ تكوين الخصيتين. اوكي دي الميل والفيميل كروموسومز. في الميل بيكون عندهم Y كروموسوم. التوتال اكاونت ليهم طبعا عندي انا 23 بير 23 زوج اللي هم 46 كروموسوم. 22 ديل اللي هم 44 كروموسومز بيكون ديل عبارة عن اللي هي الاوتوزومز للخلايا الجسدية العادية. وان بير اللي هو بيكون اكس واي في حالة الميل ده بيكون الخلايا الجنسية 6. والواي دائما بيكون اصغر من الاكس. الواي كروموسوم لو تشوف شكله هنا في الصورة دي هي الاكس والواي، شوفوا الواي صغير جدا قصاد الاكس. في الفيميلز نفس الشيء، هم كلهم 23 زوج اللي هم 46 كروموسوم، 22 كروموسومات جسدية 22 بيرس، واحد هو الجنسي. وبيكون عادة الجنسية بتكون XX وX واحدة منها ما شغالة تكون inactive غير نشطة، واحدة من الXs دي بتكون غير نشطة. remember ذات قلت تذكر each ovum produced by female gametogenesis كله بويضة تنتج ب female gametogenesis تكوين أمشاج الأنثوية contains 22 كروموسوم فيها 22 كروموسوم and X كروموسوم واحد X whereas each sperm produced by male gametogenesis وأي واحد بيتكون بالذكر فيه 22 كروموسوم جسدي و either X أو Y كروموسوم صح؟ يبقى لما تيجي تتكون الأمشاج جاميتوجينيسيس يعني البويضة أو الحيوان المنوي بيكون في حيوان منوي فيه X وحيوان منوي فيه Y متقسم الاثنين واحد فيه X واحد فيه Y. أما الأنثى حقينها الاثنين فيهم XX إذا حق الميل هو اللي بيحدد جنس الجنين، الميل هو الذي يحدد جنس الجنين. الجينيتك ميل 44XY result when sperm containing Y chromosome fertilize an ovum containing X chromosome. يعني إيش اللي بيحصل في الجينيتك ميل لما يكون في حالة يكون يتولد ولد
ميل ميل يعني اللي هو ذكر، بيكون في 44 اكس واي. معناها ايش ال 44 اكس واي؟ معناها في الحيوان المنوي اللي حامل الاكس، حامل الواي هو اللي اتحد مع الاكس حقت الانثى، بكده جاء البوي. في حالة انه الاكس حقت الميل هي اللي مشت مع الاكس حقت الفيميل، بيصير عندنا فيميل. فلهذا السبب، في مين المسؤول من جنس البيبي انه يطلع ولد ولا بنت؟ المسؤول هو الاب. جينيتيك فيميل، الفيميل الجينيتيك فيميل بيكون عندهم. طيب كنا هنا جينيتيك فيميل وجينيتيك ميلز.